اهلا بيكم في حدوته جديده ومن فيلم جديد. حدوتتنا النهارده من فيلم اسمه مينيونز، ولكن قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك، شير للفيديو، تعملوا سبسكرايب للقناه لو لسه ما عملتوش، تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. بيبدا فيلمنا بالمينيونز، وهي الكائنات الصفراء واللي بيكون كل هدفهم ان هم يساعدوا اخطر زعيم موجود على سطح الارض. بيظهر اول زعيم شرير وبيكون ديناصور ضخم، وبنشوف واحد من المينيونز بياخد موزه وبيدحرج صخره كبيره بتاخد الديناصور وبتوقعه في البركان وبيموت. وبعد فتره بيلاقوا زعيم جديد وهو الانسان، وبيكون مختلف تماما عن الديناصور، وبيظهر للانسان دب ضخم وكان هيقتله بجذع الشجره، ولكن بيمنعوا المينيونز وبيدوله مضرب الدبان علشان يهاجم به الدب، ولكن طبعا الدب هجم عليه وقتله. بعدها بيلاقوا الزعيم الجديد وهو الفرعون، ولكنهم بسبب غبائهم بيتسببوا في موته هو وكل الفراعنه اللي معاه، وهم بيبنوا الاهرامات. بيفضل بقى المينيونز يدوروا على اخطر زعيم على وجه الارض لحد ما بيطاردهم البشر وبيضطروا ان هم يهربوا منهم، وفعلا بيهربوا وبيعيشوا في جبل جليدي لوحدهم. بتمر الأيام وبيبدأوا يحسوا بالملل طبعا، وده لأن مفيش ليهم قائد شرير عشان يقودهم، وبيجمعهم واحد منهم واسمه كيفن، وبيقول لهم إنه قرر إنه يخرج من الجبل علشان يدور على أكتر شخص شرير، وبيطلب إن حد منهم يتطوع علشان يخرج معاه ويساعده، وفعلا بيخرج اتنين معاه واسمهم ستيور وبوب، وبنشوفهم بعد كده بيودعوا باقي المينيونز وبيخرجوا من الجبل فعلا علشان يدوروا على اخطر زعيم على الكوكب. بيبداوا بعد كده رحلتهم في المزارع والبحر، وبيشوفوا قدامهم تمثال الحريه، وبيكونوا وصلوا نيويورك فعلا، وبيبداوا ان هم يدوروا على الهدوم اللي تكون مناسبه ليهم. بيدخل باب للمول وبيدخل وراه كيفن وستيور معاهم، ولما بيلاقوه وبيحاولوا ان هم يخرجوا بيكتشفوا ان المول اتقفل وان محدش موجود في المول غيرهم. فبيشغلوا التلفزيون بقى على قناة الأشرار السرية، وبيسمعوا المذيع وهو بيتكلم عن مؤتمر الأشرار اللي بيتجمع فيه كل الأشرار حول العالم، وإن المؤتمر هيكون في مدينة أورلاندو. بيفرحوا هما التلاتة وبيقرروا إن هما يوصلوا للمؤتمر علشان يختاروا قائد ليهم، وبيخرجوا فعلا من المول وبيسألوا إزاي يوصلوا لأورلاندو، وفعلا بيقول لهم ولد صغير على الطريق، وبيقفوا عشان يستنوا عربية تاخدهم للمدينة، ولكن مفيش أي عربيات بتقف لهم. وهنا بيجي لهم فكرة وبيكتبوا أورلاندو على ورقة، وبيقف بيها كيفن في نص الطريق، وبتقف لهم عربية شكلها غريب كده وبيكون فيها عيلة، وبيطلب منهم الأب إن هم يركبوا معاهم، وده لأنهم هم كمان هيروحوا لأورلاندو، وفعلا بيركبوا معاهم. وبعد شوية بيقفوا قدام بنك، وبينزل الأب وأولاده وبيسرقوا البنك، وبيرجعوا للعربية وبيمشوا بسرعة، ولكن الشرطة بتوصل لهم وبتطاردهم، وبيضرب عليهم الأب النار علشان يعطلهم، ولكن الذخيرة بتخلص منه. بيلاقي ستيور وكيفن بعد كده سلاح في العربية، وبتخرج منه قذيفة بالغلط بتيجي في أسلاك الكهرباء اللي بتقع ورا بعضها، لحد ما بيقع خزان المية في الطريق وبيعطل الشرطة عن مطاردة العربية. بيشكرهم الأب والأم إن هم ساعدوهم، وبيكونوا مبسوطين جدا لما بيعرفوا إن المينيونز التلاتة رايحين لمؤتمر الأشرار العالمي. بنرجع بقى للمينيونز اللي طبعا بيكونوا حاسين بالملل لأن مفيش ليهم زعيم شرير، وبيجي واحد منهم وبيعرفهم على الزعيم الجديد وهو كائن اليتي، وعيلته بيكونوا معاهم وبيحتفلوا كلهم بيه. بيوصل كيفن واللي معاه لمدينة أورلاندو وما بيكونش باين أي حاجة، وبيوصل الأب لمكان معين وبيستخدم كلمة سر معينة، فبيظهر مكان في الأرض وبينزلوا فيه، وبيكون ده مكان المؤتمر. بيبدأ كيفن والمينيونز اللي معاه إن هم يدوروا على زعيم شرير ليهم، ولكنهم ما بيلاقوش أي حد مناسب ليهم. بيعرفوا إن سكارلت أوفركيل موجودة في المؤتمر، وبيروحوا علشان يشوفوها، وبتكون سكارلت دي بقى طايرة في الهواء وبتنزل بعدها على المسرح وبترحب بكل الموجودين في المؤتمر، وبتقول لهم إنها محتاجة مساعدين جدد ليها، وبيفرح كيفن واللي معاه، وبيقرروا إن سكارلت دي هتكون هي الزعيمة الجديدة بتاعتهم. بتتكلم سكارلت بعد كده مع الجمهور وبتقول إن اللي هيقدر ياخد منها الجوهرة هيكون المساعد الجديد بتاعها، وبيطلع إنسان ضخم كده وبيحاول إن هو ياخد الجوهرة ولكنها بتضربه بكل سهولة. بعد ما المينيونز شافوا اللي حصل مع الراجل الضخم ده قرروا إن هما يرجعوا مكانهم مرة تانية، ولكن بيطلع مجموعة كبيرة من الأشرار للمسرح علشان ياخدوا الجوهرة، وبياخدوا معاهم المينيونز التلاتة بالغلط. بيتجمع كل الأشرار علشان يحصلوا على الجوهرة، ولكن سكارلت بتقدر إنها تفرقهم، ولكنها بتتفاجئ إن اللي في إيديها هي لعبة باب، وبيكون باب أخد الجوهرة فعلا وبيخرجها من بقه. بتعلن سكارلت إن المينيونز هيكون المساعدين الجدد ليها،
وبيحتفل طبعا كل الموجودين في القاعة بيهم. بيركب بعد كده المينيونز مع سكارلت في الطيارة الخاصة بيها، وبيكلم كيفن أصحابه في الكهف وبيقول لهم إن هم هيرجعوا بأعظم شريرة على وجه الكوكب، وبيقول له صاحبه إن هم بيحتفلوا مع كائن اليتي أصلا وإن هو هيكون الزعيم الجديد ليهم. وفي وسط احتفالات المينيونز باليتي بيقع مكعب تلج عليه وبيموت، وبيهاجم باقي عيلته كل المينيونز اللي بيخافوا منهم وبيهربوا بره الكهف. بتوصل سكارلت بعد كده مع المينيونز للقصر بتاعها وبتعرفهم على جوزها هيرب، وبنعرف ان هو اللي بيخترع لها كل الاجهزة اللي بتحتاجها في العمليات الشريرة اللي بتعملها. بتوريهم سكارلت بعد كده كل المسروقات اللي سرقتها من على الكوكب، وبتقول لهم ان هم هيكونوا مساعدين ممتازين لو قدروا ان هم يسرقوا تاج الملكة اليزابيث. وبيفرح كيفن طبعا وستيوار وباب، وبيقرروا ان هم هيسرقوا التاج لسكارلت. بياخدهم هيرب بعد كده للمختبر بتاعه وبيوريهم اختراعاته، وبيدي الباب الدراع الحلزوني، اما كيفن فبياخد مسدس الحمم البركانية واللي بيقدر بيه انه يدمر اي معدن، وبيدي لستور خوزة التنويم المغناطيسي. بتوصلهم سكارلت بعد كده لأوضتهم وبتهددهم ان هم لو ما سرقوش تاج الملكة اليزابيث انها هتقتلهم هم وكل المينيونز اللي موجودين على الكوكب. وفي تاني يوم بيوصل المينيونز الثلاثة للقاعة اللي فيها التاج، وبيقدروا ان هم يقطعوا تذاكر وبيدخلوا لمكان ممنوع الدخول ليه جوه القاعة، وبيشوفهم الحراس وبيحاولوا ان هم يقبضوا عليهم، ولكن ستيوار بيستخدم خوزة التنويم المغناطيسي وبيقدر ان هو يسيطر عليهم كلهم. بيوصلوا بعد كده عند الباب اللي بيكون مقفول طبعا، وهنا بيستخدم كيفن مسدس الحمم البركانية في انه يسيح الباب، وفعلا بيقدروا ان هم يدخلوا جوه القاعة اللي موجود فيها التاج، وبيكونوا على وشك ان هم يسرقوه، ولكن بيظهر الحارس الشخصي للتاج واللي بيهاجمهم وبيحاول ان هو يخلص عليهم. بيحاول بوب بعد كده انه ينومه بالخوزة ولكنه مش بيقدر، وبيحاول بعدها كيفن انه يضربه بالمسدس، ولكن بيقدر الحارس انه يقفل فتحة المسدس ويمنع الحمم انها تخرج، وفجأة بينفجر المسدس وبيبعد عنهم الحارس. بيتفاجئوا بعد كده ان التاج بينزل لفتحة في الارض، وبيوصل للدور الارضي وبياخدوا الحراس وبيمشوا من القلعة. بيكتشف فجأة بوب ان عنده رجلين وايدين آلية، وبيشيل كيفن وستيوار وبيجري ورا العربية اللي فيها الملكة اليزابيث علشان يسرقوا التاج. بيهاجموا الجنود اللي بيقدروا يمسكوا باب، فبيرمي أصحابه على العربية، وبيقدر كيفن ان هو يسوق العربية هو وستيوار، اما باب فبيستخدم الأجزاء الآلية وبيقدر ان هو يهرب من الحراس. وبيحاول ستيوار بعد كده ان هو يسرق التاج من الملكة، ولكنها بتكون قوية جدا وما بيكونش قادر عليها. وبنشوف كيفن وهو بيحاول يسيطر على العربية، ولكن الخيل بيفك من العربية وبتكون على وشك انها تقع في النهر، ولكن فجأة بيظهر باب بالأجزاء الآلية بتاعته دي وبيقدر ان هو يغير اتجاهها، وبتخبط في شجرة وبتتدمر العربية. بتكون الملكة اليزابيث طبعا غضبانة وبتأمر الحراس ان هم يقبضوا على المينيونز التلاتة، وفعلا بيمسكوا كيفن وستيوار، ولكن بيقدر بوب ان هو يوصل للصخرة المقدسة، وبيقدر ان هو باستخدام الدراع الآلي انه يطلع سيف الملك أرثر وبيوجهه ناحية الجنود، ولكنه بيتفاجأ لما بيلاقوهم بينحنوا ليه وبيركعوا قدامه. ومع الأخبار الغريبة دي بنشوف في الأخبار برضو إن باب أصبح هو الملك الجديد، لأنه قدر إنه يخرج سيف الملك أرثر من مكانه. وبنشوف بعدها سكارلت وهي غضبانة طبعا وبتقول إنها لازم تقتلهم لأنهم سرقوا التاج ليهم. فبنروح بعد كده للمينيونز اللي بيركبوا على جناح طيارة علشان يوصلوا لإنجلترا زي ما طلب منهم كيفن، وبنرجع لباب اللي بيكون مبسوط لأنه أصبح الملك الجديد، وبيأمر كل الجنود إن هم يلبسوا لبس أصفر زي المينيونز، وبيقول خطبة للشعب وما بيكونوش فاهمين أي حاجة طبعا من اللي بيقولها. بنشوف بعد كده المينيونز التلاتة وهم مبسوطين في القصر وبيلعبوا مع كلاب الملكة وكمان في الجاكوزي، وبيكونوا سعداء جدا في القصر لغاية ما بيتفاجئوا بسكارلت اللي بتقرر انها لازم تتخلص منهم، ولكن بياخد كيفن التاج وبيقول لها ان هم مستعدين يتنازلوا عن العرش ليها هي مخصوص. وبيتكلم موظف القصر وبيقول ان القانون بيمنع ان الملك يتنازل عن العرش لأي حد اصلا. فبنسمع بعدها المذيع في التلفزيون بيقول ان الملك باب قرر ان هو يعمل تغيير في القانون ده مخصوص علشان سكارلت وهي تكون الملكة الجديدة. بتشكرهم طبعا سكارلت وبتقول لهم انها بتحبهم جدا، وبنشوفها بتفتح لهم كل ابواب القصر وبتكون دي خدعة منها علشان يوصلوا للسرداب، وهناك بقى بتقول لهم انها بتكرههم وان هيرب هيستخدم كل الاختراعات اللي وصل لها علشان يتخلص منهم. بيحاول هيرب ان هو يقطعهم ولكن جسمهم بيتمط، ولما بيحاول ان هو يعدمهم بيفتكروا ان ده حبل لعبة وبيفضلوا يلعبوا بيه. بيسيبهم هيرب وبيروح لسكارلت وبيقول لها ان هو صمم لها فستان خارق
وفي كل القوى الشريرة اللي هتحتاجها وهي ملكة. وبيكتشف كيفن وستيوار وبوب ان في فتحة تهوية في أرضية الأوضة، وفعلا بيقدروا ان هم يخرجوا من الزنزانة اللي كانوا محبوسين فيها، وبيمشوا في مواسير المجاري لحد ما بيخرجوا برا القصر. بنشوف بعد كده سكارلت بتستعد علشان تلبس التاج وبتكون ملكة، وبيحاول المينيونز ان هم يدخلوا القصر، ولكن بيكون في حراس على الباب فبيطلعوا من على السور. بتظهر نحلة وبيخاف منها ستيوار وبوب، وبيجروا على النجفة اللي بتكون موجودة فوق سكارلت، ولأنهم بيجروا عليها كتير بتتفك طبعا النجفة من مكانها وبتقع على سكارلت وبتدمرها، وبيلحقهم بعدها كيفن وبيمسكهم قبل ما يقعوا، ولكن فجأة بتخرج سكارلت من تحت النجفة وبتصرخ في كل الأشرار الموجودين في القاعة وبتأمرهم إن هم يتخلصوا من كيفن وأصدقائه. بيهاجمهم بعد كده الأشرار وبيحاولوا إن هم يهربوا منهم، ولكن فجأة بيخرج من تحت الأرض منشار ضخم وبيفرق كيفن عن ستيوار وبوب. وبنشوف بعد كده مهرج وهو بيجري ورا ستيوار وبوب وبيرمي عليهم كرات النار، وفعلا بيقدروا إن هم يقبضوا على ستيوار، أما بوب فبيقدر ان هو يهرب من النار وبيروح لمكان ما فيهوش اي حد، ولكن فجأة بيطلع شبح من ماسورة وبيخطفه، اما كيفن بيقدر ان هو يهرب منهم وبيفضل يدور على ستيوار وبوب وبيدخل في مكان يستخبى فيه من باقي الاشرار. بيشوف كيفن سكارلت على التلفزيون وبتهدده انها هتقتل ستيوار وبوب لو طبعا ما سلمش نفسه في اقرب وقت. وفي نفس الوقت ده بنشوف باقي المينيونز وهم بيوصلوا لانجلترا. بنرجع بقى لكيفن اللي بيقرر ان هو ينقذ اصدقائه المينيونز اللي اتقبض عليهم، وبيرجع للقصر من ماسورة المجاري وبياخد كل الاختراعات اللي عملها هيرب، ولكن الجنود بيعرفوا ان هو موجود في القصر وبيهاجموه، فبيحاول ان هو يهرب منهم وبيدخل للاختراع الجديد اللي عمله هيرب ولسه ما كملوش. بيدوس كيفن بالغلط على مفتاح التشغيل وبيشتغل الجهاز فعلا وكيفن جواه، وبنتفاجئ لما بنلاقي القصر كله بيتدمر وبيخرج منه كيفن، وبيكون ضخم جدا وبيخاف منه كل الجنود وكمان الأشرار وبيهربوا بعيد عنه. بتكون سكارلت وهيرب بيستعدوا علشان يخلصوا على ستيوار وبوب بكمية ديناميت ضخمة جدا، وفعلا بتولع الفتيل، ولكن بيوصل كيفن في الوقت المناسب وبيقدر ان هو ينقذ اصدقائه وبيطفي النار اللي في الفتيل بالميه اللي موجوده في النافوره. بتتعصب طبعا سكارلت اللي بتطير بالصاروخ اللي معاها وبتبدا تضربه بصواريخ الحمم البركانيه، وبيقع منه ستيوار وبوب، ولكن بيقدر يلحقهم قبل ما يقعوا على الارض. بتفضل سكارلت انها تهاجمه، ولكن فجاه بيوصل باقي المينيونز للمكان وبيفضلوا يشجعوا كيفن، ولكن سكارلت بتضرب كل الارض حواليهم بمسدس الحمم البركانيه علشان ما يقدروش ان هم يهربوا، ولكن بيظهر كيفن فجأة وبيقدر ان هو يرميها لبعيد وبيروح لاصحابه المينيونز لانهم وصلوا في الوقت المناسب وشجعوه. وبتجمع سكارلت كل قوتها في صاروخ جديد وبتضربه علشان تخلص على المينيونز، ولكن بيقدر كيفن ان هو يمسكه بايديه وبياكله علشان ما ينفجرش في باقي اصحابه. بتحاول سكارلت بعد كده انها تهرب مع جوزها هيرب وبتطير بيه بعيد، ولكن كيفن بيقدر ان هو يمسكهم وبتقفل سكارلت الفقاعه عليها هي وجوزها، طبعا علشان الصاروخ اللي قرب ينفجر في بطن كيفن. بينفجر فعلا الصاروخ في الجو وبيزعل كل المينيونز لانهم مش هيشوفوا كيفن مره تانيه، ولكن بيفرحوا لما بيلاقوا كيفن متعلق في ملابس الاطفال ورجع حجمه طبيعي مرة تانية. وبيتجمع كل أهل إنجلترا وبيشكروا المينيونز التلاتة، وكمان بتشكرهم الملكة إن هم رجعوا لها الحكم مرة تانية، ولكن فجأة بيختفي التاج وبيكون سكارلت وهيرب لسه عايشين وهم اللي سرقوه، ولكن فجأة بيتجمدوا مكانهم. وبنعرف إن اللي عمل كده هو الطفل الصغير واللي اسمه جيرو، وبياخد التاج من سكارلت وبيركب الطيارة بتاعته وبيهرب. بيشوف المينيونز اللي حصل وبيقرر كيفن ان الطفل جيرو يكون هو الزعيم الجديد بتاعهم. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا. لو عجبتك الحلقة دوس لايك شير، ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك في القناة، تفعل زرار الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد، وسلام.